اهلا بيكم حبايبي طلاب جريد 3 في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. النهارده ان شاء الله هناخد ليسونز 19 و20 which are entitled اللي بعنوان multiply in any order. قبل ما نتكلم عن الليرنينج بوينت اللي قدامنا دي هنراجع بسرعه يعني ايه multiplication. احنا كنا خدنا الدرس اللي فات المالتيبليكيشن وقلنا انه طريقه بتخليني اعمل كاونتنج بسرعه. طيب ازاي نعمل كاونتنج بسرعه؟ نعمل كاونتنج عن طريق ان انا اكون عارف التكرارات بتاع النمبرز. اي نمبر عندي هيتكرر هنحفظ مجموعه التكرارات بتاعته بتيكوال كام. يعني مثلا لما اقول لك ال 3 اتكررت 5 تايمز، يعني 3 بلس 3 بلس 3 بلس 3 بلس 3. احنا بنعمل دلوقتي اديشن، ال 3 اتكررت 5 تايمز، هنحفظ مع بعضينا ان 5 times 3 equal 15. حاجة كمان لو قلت لك مثلا ال 4 لو هنكررها 3 times يعني 4 plus 4 plus 4 دي هتبقى بالمالتيبليكيشن 3 times ال 4 وهتديني 12 وهنحفظ مع بعضينا ال 12. يبقى لما تجيلي على طول ال 4 وتتكرر 3 times على طول هنجاوب ب 12. يبقى لما حد يقول لك يعني ايه مالتيبليكيشن تقول له دي طريقه احنا بنعملها علشان نعمل كاونتنج بسرعه. طيب نيجي نبص على الليرنينج بوينت دي ونشوف هي عايزه تقول لنا ايه. احنا اتعرفنا قبل كده على الاري وقلنا بتتكون من روز. هنا عندي كام رو؟ ادي الفيرست رو، ادي السكند رو. طيب التو روز دول كل واحده فيها قد ايه؟ 1 2 3. يبقى ال 3 اتكررت 2 تايمز. لما نيجي نعد اللي هنا نقول 3 بلس 3 اور 2 تايمز ال 3. طب ال 3 بلس 3 ايكوال 6 وبرده 2 تايمز ال 3 ايكوال كام؟ ايكوال 6. طيب تعالوا يا اولاد لو احنا عملناها كده بدل ما هم 2 روز هنخليهم 3 روز وهنخلي في كل رو جاست 2 بنسلز. يبقى هم كلهم قد ايه؟ ادي 2 بلس 2 بلس 2 يديني كام؟ يديني 6. او ايه كمان نقول 3 تايمز 2. يعني ايه 3 تايمز 2؟ يعني ال 2 اتكررت 3 تايمز وبرده هيديني ايه؟ وبرده هيديني 6. يعني يا مستر 2 تايمز 3 هي 3 تايمز 2؟ ايوه يا اولاد 2 تايمز 3 هي 3 تايمز 2. كنا قلنا ان ال 2 اسمها فاكتور وال 3 اسمها فاكتور. لو جينا غيرنا مكان ال 2 فاكتورز البرودكت يفضل زي ما هو. طيب البرودكت هيفضل زي ما هو، طب مفيش اختلاف؟ لا في اختلاف يا اولاد، في اختلاف في المعنى. 2 تايمز 3 المعنى بتاعها مختلف عن 3 تايمز 2. 2 تايمز 3 يعني انا عندي جروب في 3 متكرر مرتين. لكن 3 تايمز 2 انا عندي 2 جروبز كل واحده فيها 3. الحاجتين هيطلعوا زي بعض بالظبط لو عدينا اللي فيهم، لكن المعنى مختلف. نيجي مع بعضينا نشوف اللي تشيك بوينت دي. يقول لي write how many، write the multiplication sentence. هنا كام روز اوف كام اوبجكت؟ عندي كام روز؟ 1 2 3 اند 4. يبقى 4 روز. طيب الرو في قد ايه؟ 1 2 3. يبقى انا عندي هنا 3 اوبجكتس. لما نيجي نكتبها من مالتيبليكيشن نقول 4 تايمز ايه؟ تايمز 3. تعال اعمل لها كاونتنج 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 اند 12. يبقى هنا ايه؟ البرودكت از 12 او التوتال از 12. طيب نيجي لو احنا خدناها بالمنظر ده هنا هنعمل ايه؟ عندي كام رو؟ 1 2 3. عندي 3 روز. طب الرو في قد ايه؟ 1 2 3 اند 4. في 4 اوبجكتس. طيب يبقى كلهم كام؟ كلهم 12. يعني هنكتبها بالمالتيبليكيشن سنتنس ازاي؟ 3 تايمز ال 4، يعني ال 4 اتكررت 3 تايمز. هيديني كام؟ هيديني 12. يبقى زي ما انتم شايفين يا اولاد ان العد بيبقى واحد، لكن الشكل نفسه او المعنى بتاع 4 تايمز 3 مختلف عن المعنى بتاع 3 تايمز 2. هنا بيسالني وات ديد يو نوتس؟ ملاحظين ايه؟ ملاحظين
ان الفور تايمز 3 هتطلع هي هي زي الثري تايمز الايه الفور. تعالوا مع بعضين يا اولاد نبراكتس مور. بيقول لي هنا كومبليت ذا فولوينج، عايزين نكمل. هنا شايفين كام روز؟ 1 اند 2، يبقى عندي 2 روز. طيب عندي كام كولومز؟ 1 2 3 4 اند 5، يبقى انا عندي هنا 5 كولومز. الرو عندي اتكرر كام مره؟ 1 2 يعني 2 تايمز. طيب 2 تايمز ايه؟ الرو في قد ايه؟ في 5، يبقى 2 تايمز ال 5. لما نيجي نعدهم يطلع كام؟ يطلع 10. يعني ال 5 لما هتتكرر مرتين هيديني 10. طب نشوف هنا عندي كام رو؟ 1 2 3 4 اند 5، يبقى 5 روز. طيب عندي كام كولومز؟ عندي 1 اند 2، 2 كولومز. ده معناه ان 5 تايمز ال 2 يديني كام؟ لما نيجي نعدهم يديني 10. يبقى زي ما انتم شايفين ان هنا طلع 10 وهنا طلع 10. يعني لو غيرنا التو فاكتورز مكان بعض البرودكت بيفضل زي ما هو. يعني معنى كده ان التو تايمز 5 هي هي ال 5 تايمز ايه؟ هي هي ال 5 تايمز 2. وقلنا وما تنسوش ان الاختلاف الوحيد في المينينج في المعنى 2 تايمز ال 5، يعني عندي 2 باجز كل باج فيها كام؟ فيها 5. لكن 5 تايمز 2 عندي 5 باجز كل باج فيها كام؟ فيها 2. يعني لو انا قلت لك كده عايزين نحط الحاجات دي في شنط، كل جروب حطها لي في شنطه، يبقى هنحط دي كده في شنطه ودي كده في ايه؟ شنطه. يبقى انت هتعمل ايه؟ معاك شنطتين في ايدك كل شنطه فيها 5. طب لو جيت قلت لك 5 تايمز 2، لا المعنى مختلف. انا هنا معايا 5 شنط، انا كده شايل 5 شنط كل شنطه فيها قد ايه؟ كل شنطه فيها 2. لما تيجي تعد هنا وهنا هيطلعوا 10، لكن المعنى مختلف. نيجي نشوف another practice. هنا الرولر عندي كام رو؟ 1 2 اند 3، يبقى هنا عندي 3 روز. عندي كام كولومز؟ 1 2 3 4 5 اند 6، 6 كولومز. لما تيجي تعدهم هيطلعوا لك 18. يعني ال 3 تايمز ال 6 ايكوال 18. يعني ال 6 لما كررها 3 تايمز يطلع 18. طب نيجي نبص هنا عندي كام رو؟ 1 2 3 4 5 اند 6، يبقى انا عندي 6 روز. عندي كام كولومز؟ 1 2 3. لما نيجي نعدهم برضو هيطلعوا كام؟ هيطلعوا 18. يعني ال 6 تايمز ال 3، يعني ال 3 لما هنكررها 6 تايمز هيطلع 18. يبقى المالتيبليكيشن سنتنس اللي هي 3 تايمز ال 6 هتديني نفس النتيجه اللي بتطلعها لي 6 تايمز ايه؟ 3. الاثنين هيدوني ال 18، لكن زي ما اتفقنا المعنى مختلف. هنا ال 6 اتكررت 3 مرات، يعني هنا 6 بلس 6 بلس 6، وهنا ال 3 اتكررت 6 تايمز، يعني هنا 3 بلس 3 بلس 3 بلس 3 بلس 3 بلس 3. المعنى مختلف تماما. طيب نيجي نشوف another practice. بيقول لي write the multiplication sentence for each array. Then draw the array that shows the commutative property. يعني ايه يا اولاد كلمة commutative؟ commutative يعني التبديل. يعني لو بدلت الفاكتور ده مكان الفاكتور ده النتيجة ما بتتغيرش. يعني انا الرو لو خليته كولوم النتيجة عندي ما اتغيرتش. طيب انا عندي هنا 1 2 3 4 اند 5، يعني عندي 5 روز. الرو في قد ايه؟ 1 2 3، يعني ال 3 دي اتكررت 5 تايمز، يعني 5 تايمز ال 3. طب 5 تايمز ال 3 هيديني كام؟ هيديني 15. لو جينا نعدهم هيطلعوا 15. طب عايزين يا ولد نرسمها بطريقه ثانيه، نعمل ايه؟ نخلي ال 5 بدل ما هي روز نخليها كولومز، وال 3 بدل ما هي كولومز نخليها رو. يعني اخلي كده ادي 1 2 3 4 اند 5، 1 2 3 4 اند 5.
1 2 3 4 اند 5. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا عملت ايه؟ 3 روز. ادي 1 ادي 2 ادي 3، يعني عملت 3 روز. وعملت كام كولومز؟ الكولومز عملتهم 5. فين هم ال 5؟ ادي 1 2 3 4 اند 5. لما نيجي نعدهم هيطلع 15، يبقى 3 تايمز ال 5. يعني ال 5 كررناها 3 مرات. مين ال 5 اهم؟ 1 2 3 4 5. اتكرروا ازاي 3 تايمز؟ 1 2 اند 3. هيديني كام؟ يديني برضو 15. يبقى احنا كده اتاكدنا ان فعلا الكوميوتيف بروبرتي، كوميوتيف يا اولاد يعني ان انا ببدل الفاكتور ده مكان الفاكتور ده. لما غيرت الفاكتور ده مكان الفاكتور ده هنا، البرودكت ستيل ذا سيم وفضل زي ما هو. طب نيجي نشوف هنا عندي كام رو؟ جاست 1 رو، يعني 1. طيب الرو ده فيه كام ايتم؟ 1 2 3 4 5 اند 6، 6 ايتمز. يعني ال 6 ايتمز دول اتكرروا كام مره؟ 1 تايمز. يبقى 1 تايمز ال 6 هيكوال كام؟ هيكوال 6. عايزين نكتبها بصوره ثانيه، نعمل ايه؟ نقول 6 تايمز ال 1 ايكوال كام؟ ايكوال 6. هنبدل الفاكتور ده مكان الفاكتور ده. طب لما نحب نرسمها نرسمها ازاي؟ نرسمها كده 1 2 3 4 5 اند 6. كده عندي كام رو؟ ادي 1 2 3 4 5 اند 6. طب الرو في قد ايه؟ في جاست 1 اوبجكت. يبقى هنا زي ما انتم شايفين لما غيرنا الفاكتور ده مكان الفاكتور ده التوتال ما اتغيرش معايا. يبقى معنى كده ان الكوميوتيف بروبرتي موجوده عندي في المالتيبليكيشن. طب مع بعضينا يا اولاد نشوف نفس الكلام اللي فات بس بطريقه ثانيه. هنشرح عن طريق الجروبز عشان نعرف ان المعنى فعلا مختلف. لما نيجي نشوف هنا عندي كام كلر باد؟ انا عندي هنا الباد اللي عليها الكلرز اللي احنا بنلون بيها. عندي هنا كام واحده منهم؟ 1 2 اند 3. طيب الواحده منهم فيها كام كلر؟ 1 2 3 4. يبقى انا عندي كام كلرز كلهم؟ 4 بلس 4 بلس 4 يديني كام؟ يديني 12. طب لما نيجي نكتبها بالمالتيبليكيشن هنقول ايه؟ ال 4 اتكررت كام مره؟ 3 تايمز، يعني 3 تايمز 4. طيب جميل قوي. طب احنا لو جينا غيرنا وخليناهم 4 وكل واحده فيها 3 يبقى هنقول ايه؟ هنقول ان ال 3 اتكررت كام مره؟ 4 تايمز، يعني 4 تايمز 3 ايكوال كام برضو؟ ايكوال 12. يبقى احنا لما هنغير الفاكتورز مكان بعض هيفضل البرودكت زي ما هو لكن المعنى مختلف. ازاي المعنى مختلف؟ ال 12 دي يعني ال 4 اتكررت 3 تايمز، وال 12 دي يعني ال 3 اتكررت 4 تايمز. ما ينفعش طبعا تقول لي ان المجموعه دي هي هي المجموعه دي. انا هنا هنفرض ان كل واحد ماسك واحده من دول، يبقى انا عندي كام بيرسون؟ عندي 1 2 3 وهنا عندي 4 بيرسونز. طبعا في اختلاف في المعنى. طيب يلا نشوف انذر تشيك بوينت. هنا رايت هاو ماني، يعني عايزين نعدهم، ورايت المالتيبليكيشن سنتنس. عندي هنا كام جروب؟ 1 2 3 4 اند 5. يبقى انا عندي 5 جروبز. ال 5 جروبز دول كل واحدة فيها قد إيه؟ 1 2 3 4 فيها 4. يبقى ال 4 اتكررت كم مرة؟ 5 تايمز، يعني 5 تايمز ال 4. هنكرر ال 4 5 تايمز. يديني قد إيه؟ يديني 20. لما نيجي نعدهم هيطلع 20. بعد كده إن شاء الله أنت هتحفظ بقى إن 5 تايمز 4 إيكوال 20. طيب نيجي نشوف هنا عندي كام جروبز؟ 1 2 3 اند 4. يبقى انا عندي 4 جروبز. طب ال 4 جروبز دول اوف كام؟ كل جروب فيه قد ايه؟ 1 2 3 4 اند 5. يبقى انا عندي 4 جروبز كل جروبز فيه 5، يعني ال 5 دي اتكررت كام مره؟ اتكررت 4 تايمز ال 5، يعني ال 5 اتكررت 4 تايمز. طب لما تيجي نعدهم هيطلع كام؟ هيطلع برضه 20. يبقى احنا ملاحظين ايه؟ ملاحظين ان ال 5 تايمز ال 4 هي هي تديني نفس البرودكت
بتاع الفور تايمز الايه الفايف. لكن بصوا يا اولاد المعنى مختلف، هنا انا عندي فايف جروبز كل جروب فيه فور، وهنا عندي فور جروبز كل جروب فيه فايف. يلا حبايبي نشوف another practice. يقول لي complete the following، عندي كام جروبز؟ عندي 2. كل جروبز في قد ايه؟ في 1 2 3، في 3. يعني ال 3 هتتكرر مرتين، يعني 2 تايمز ال 3. لما نيجي نعدهم يطلع 6. لما نيجي نشوف هنا عندي كام جروبز؟ عندي 3 جروبز. كل جروب في قد ايه؟ في 2. يعني 2 اتكررت كم مره؟ 3 تايمز، يعني 3 تايمز ال 2. نيجي نعدهم يدينا كام؟ يدينا 6. يبقى نلاحظ ايه؟ نلاحظ ان ال 2 تايمز ال 3 هي ال 3 تايمز 2 في الكاونتنج، في الناتج، في البرودكت. البرودكت واحد لكن المعنى مختلف. نيجي نشوف اللي بعد كده. عندي هنا كام جروبز؟ 1 2 3 4 5 and 6. 6 جروبز. كل جروب فيه قد ايه؟ 1 2 3 4. يعني الفور اتكررت كم مره؟ 6 تايمز، يبقى 6 تايمز الفور. لما نيجي نعدهم يطلعوا كام؟ هيطلعوا معانا 24. طيب نيجي نشوف الناحيه الثانيه، عندي كام جروبز؟ عندي 4. 1 2 3 4. طب كل جروب فيه قد ايه؟ 1 2 3 4 5 and 6. ايه ده؟ يعني ال 6 اتكررت 4 تايمز؟ يبقى نكتبها ازاي؟ يبقى 4 تايمز ال 6. يعني ال 6 متكرره 4 تايمز، هيدينا كام؟ هيدينا برضه 24. ده معناه ايه؟ ده معناه ان البرودكت بتاع ال 6 تايمز 4 هو البرودكت بتاع ال 4 تايمز ال 6. يعني لو غيرت الفاكتورز بتوع المالتيبليكيشن البرودكت يبقى هو. يعني في كوميوتيف بروبرتي، يعني لو بدلت مكانهم الناتج هيفضل زي ما هو. لكن ما ننساش يا اولاد ان المعنى مختلف. ال 24 دي زي ما انتم شايفين الفور متكرره 6 تايمز، لكن هنا ال 6 متكرره 4 تايمز. طيب نيجي اللي بعد كده. بيقول لي رايت ذا مالتيبليكيشن سنتنس فور ايتش ايكوال جروبز، ذن درو ذا ايكوال جروبز that shows the commutative property. يعني نعمل المالتيبليكيشن سنتنس ونرسم الايتمز دي بصوره توضح الكوميوتيف بروبرتي. طب انا عندي هنا كام جروبز؟ عندي 2. فيهم كام اوبجكتس؟ فيهم 3، يعني 2 تايمز ال 3، يعني ال 3 اتكررت مرتين. نيجي نعدهم يدونا كام؟ يدونا 6. طيب انا عايز اغير بقى، نعمل ايه؟ بدل ما هم 2 جروبز اخليهم 3 جروبز. اخليهم 3 ايه؟ جروبز، يعني 3 تايمز. طب 3 تايمز ايه؟ 3 تايمز 2. يبقى انا كده عملت ايه؟ انا كده بدلت بطريقه توضح ان لو غيرت الفاكتورز البرودكت ار ذا سيم، او التوتال او الناتج يفضل زي ما هو. طيب نيجي نشوف هنا دي اسمها ايه؟ دي اسمها 3 جروبز تايمز كام؟ 1 2 3 4 5 تايمز 5. يعني ال 5 متكرره 3 تايمز، نيجي نعدهم يدينا 15. طب عايزين نرسمهم بطريقه ثانيه، نبدل ده مكان ده، يعني نخلي ال 5 الاول تايمز الايه؟ ال 3 هيدينا برضه ال 15. يعني ايه ال 5 تايمز ال 3؟ يعني عندي 5 جروبز كل جروب فيه 3، يبقى نعمل ادي جروب السكند الثيرد الفورث الفيفث. نعمل جواهم ايه؟ نعمل جواهم كل واحده نخلي جواها 3. ادي 1 2 3 1 2 3 1 2 and 3 1 2 and 3 1 2 and 3. ايه اللي حصل؟ بدل ما هم 3 جروبز اوف 5 خليتهم 5 جروبز اوف 3. تعالوا يا حبايبي نشوف another exercise. بيقول لي draw the array on the grid. grid يعني الشبكة ديت المربعة according to its multiplication sentence. يعني عايزين نترجم المالتيبليكيشن سنتنس. write the product the first one is done for you. هو هنا بيعلمني نعمل ايه. زي ما انتم شايفين 2
2 تايمز 3، يعني ال 3 اتكررت مرتين، يديني كام؟ يديني 6. تعالوا مع بعضينا نشوف 5 تايمز 2. هو هنا بيقول لي ايه؟ 5 تايمز 2، يعني ال 2 اتكررت 5 تايمز، يبقى لازم يكون عندي كام رو؟ 5 روز. يبقى ادي كده 1، ادي 2، ادي 2 اهم. نعمل ايه؟ نكررهم 5 تايمز، وادي انذر 2، وادي ثيرد 1 ثيرد جروب، وكده نعمل كمان كده 2 كده، ونعمل ده كده وده كده. ايه اللي حصل كده يا اولاد؟ اللي حصل ان انا كررت ال 2 5 تايمز. طب يدوني كام؟ نعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10، يبقى البرودكت بتاعهم از ايه؟ از 10. طيب نيجي نشوف هنا 4 تايمز ال 5، يعني ال 5 متكرره 4 تايمز، يعني ادي كده نعمل اول حاجه ال 5، ادي كده 1 2 3 and 4 then 5. ال 5 دي مالها؟ متكررة 4 تايمز، يبقى هنكررها هنا وهنا وهنا. يبقى هنعمل هنلون كل الايه؟ كل السكويرز ديت، ونعمل دول كمان كده. طيب لحد هنا كده، ده كده عبارة عن ايه؟ ده كده ال 5 متكررة 3 تايمز، يعني كده 3 تايمز 5، لا احنا عايزين 4 تايمز 5، يبقى نعمل انذر رو. طيب لما نيجي نعد يا اولاد ال 4 تايمز ال 5 هيطلعوا معانا ايه؟ 20. طيب نيجي اللي بعد كده، بيقول لي هنا draw the array on the grid according to its multiplication sentence، وعايزين ندرو الاري، نعرف بقى الفرق هنا بقى draw الاري عشان نوضح الكوميوتيف بروبرتي ونكتب بعد كده الايه؟ الناتج. هنا بيقول لي ايه؟ 2 rows of 4، يعني 2 تايمز ال 4 تبقى عامله ازاي؟ تبقى عامله كده، ادي 1 2 3 اند 4. كده احنا عملنا الايه؟ ادي ال 4. ال 4 دي هنكررها قد ايه؟ 2 تايمز، يبقى نعمل كده كمان انذر رو. يبقى احنا كده 2 تايمز 4 يدينا كام؟ نعد 1 2 3 4 5 6 7 8، يبقى الناتج عندي او البرودكت از 8. طيب ال 4 تايمز 2 بقى عباره عن ايه؟ لا دي ال 2، ال 2 ديت هتتكرر 4 تايمز. كده 3 تايمز، كده 4 تايمز ال 2. طب هيطلع معايا كام لما اجي اعدهم؟ يطلع برضو 8. طيب نيجي بعد كده 3 rows of 4، يعني 3 times 4، يعني ال 4 ادي ال 4 اهي هنكررها 3 times. ادي كده كررناها كده، دي السكند تايم، ولازم نكررها مره كمان عشان يبقى ايه؟ ال 4 اتكررت 3 مرات، يبقى 3 times ال 4. لما نيجي نعمل لهم counting يطلع 12. طب يلا نشوف هنا، لما نحط ال 4 مكان ال 3 تبقى عباره عن ايه؟ تبقى ال 3 هي اللي هتتكرر 4 تايمز، يعني هنعمل كده 3 ونكررهم 4 تايمز. كده لحد هنا كده ال 3 متكرره 3 تايمز، لما نكررها مره كمان يبقى انا كررت الايه؟ ال 3 4 تايمز. يبقى انا عندي 4 تايمز 3 يطلع برضه 12. نيجي نشوف هنا 1 تايمز 5، يعني ال 5 ادي ال 5 اهي مالها؟ موجوده مره واحده. طب يدينا كام؟ يدينا 5. الله، امال ايه 5 تايمز ال 1؟ يعني ايه 5 تايمز ال 1؟ يعني ال 1 ده متكرر 5 تايمز، يعني في منه هنا كمان، في عندي 1 كمان، وادي انذر 1، وادي انذر 1. يدونا كام؟ يدونا برضو 5. درس سهل جدا يا اولاد، بيعرفنا ان في حاجه اسمها كوميوتيف بروبرتي،
يعني المالتيبليكيشن ممكن التو فاكتورز ابدلهم مكان بعض يديني نفس الايه؟ نفس الناتج. وما ننساش يا اولاد ان المعنى مختلف. لازم تفهموا الدرس ده كويس، درس المالتيبليكيشن درس ممتاز، اللي هيبقى فيكو شاطر في المالتيبليكيشن الماس بالنسبة له هيبقى سهل جدا.